السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق بايازيد، هذا فندق اللي راه قيد الانشاء في مدينة سطيف، واللي تقرب الافتتاح منه. اذن فندق رائع، والعلم انه الولاية تاع سطيف تعرف حركة عمرانية واقتصادية جد نشطة، يعني على حسب رأيي هي تأتي في المرتبة الثانية بعد مدينة وهران، ولاية وهران، وقبل ولاية الجزائر من ناحية النشاط الاقتصادي والعمراني والتطوير نتاع البنى التحتية في هذه الولاية. هنيئا لولاية سطيف بهذه المرتبة الثانية من ناحية هذه. إذن نترككم تتابعون ما تبقى من فيديو هذا. والسلام عليكم.